الاونر جامعة اسكندرية، والجنرال كونسلتنت مكتب دي ان دي، والام اي بي كونسلتنت دي سي اي. كان بيتكون من 6 أدوار، البيزمنت كان 17,000 متر، وبقية الأدوار كان كل دور 4,500 متر مربع. الكمبليشن تايم 2024. دلوقتي هتكلم عن التغذية بتاعة الكهرباء. هو كان منقسم لجزئين، الجزء الأول مين سبلاي وكان 3 ترانسفورمر ب3 MDB، والجزء الإمرجنسي كان مسؤول عنه 3 جنريتور. أول حاجة بعد ما استلمنا البنانة ابتدينا نعمل value engineering، وابتدينا نطلع الأخطاء ونصححها، وكتبنا كل ده في ريبورتس. بعدها بدأنا مرحلة التندر، بعدها بدأنا الشوب دروين، ونبدأ بأول نظام هو نظام اللايتنج. السلام عليكم، معكم أحمد أيمن، طالب هندسة الشعبة 2024. هتكلم معكم عن نظام اللايتنج. في البداية لما استلمنا المشروع ابتدينا نتعرف على أنواع الكشافات اللي موجودة عندنا. كان عندنا كشافات 60x60 و30x120 وداون لايت وشريط ليد بالشكل ده، وكان عندنا الماي اوتيد ليد بالشكل ده واكزيت ساين. بعد كده الأنواع بتاعت السويتشات، كان عندنا 1 واي 1 جانج و 2 واي 1 جانج. الفرق ما بينهم ان التو واي بيبقى عباره عن 3 نقط بالشكل ده، بيبقى فيه نقطه كومن في النص، والتوصيل بتاعه بالشكل ده، وبستخدمه لما يبقى عندي اوضه ليها بابين للخروج. بعد كده تالت حاجه كان عندي بوش بوتون، ده كان في السلالم، بيصرف انوت السلالم. بعد كده ابتدينا نعمل لايتنج فاليو انجينيرنج، وكنا بنعمل مراجعه للديزاين، فكنا نشوف لو في حاجه ناقصه. فكان عندنا الاكزيت ساين ما كانتش موجوده، وكان في بعض الاوض ما لهاش مفاتيح. بعد كده بالنسبة للديزاين، كان الوايرنج كان ذالي هناك، كان ماشي في الخرسانة، وكان الكشافات اللي موجودة على الحيطة كان محطوطة على حوائط خرسانة، وكان في بعض اللينيات متوصلة مع الممر ومتوصلة مع الأوض. وده طبعا ما ينفعش، عشان الممر لازم يبقى لوحده على لينية والأوض على لوحدها على لينية. بعد كده هكلمكم الشوب دهون وباشمهندس عبده. أنا عبد الله أحمد عبد العزيز، كلية هندسة جامعة المنيا، خريج 23. اشتغلت لايتنج شوب درونج وجي دوري بعد احمد اللي هو فاليو انجينيرنج. اشتغلت في البلانه، خدتها ستيب باي ستيب. اشتغلت اول حاجه لان نظفت البلانه عشان اللي اوت يكون كويس بشكل لائق. بعد كده دخلت على البلانه، مسكت اي حاجه على الحائط زي مثلا السويتشات او اي مثلا والماونتد، حطيت لها باك بوكس. تمام. بعد الباك بوكس كده سحبت، رحت ضفت اتنين لاير جديد، واحد للنورمال، واحد للامرجنسي. بدات اغير اللينيات الموجوده عندي في الديزاينر اللي بنبعت لي، بدات اغير واوصل وايرنج جديد، بدات اضيف التري بتاعي، بدات اسحب الهوم ران. طبعا بدات اوصل المفاتيح بتاعتي مراعاه يعني الكود المصري، ان المفتاح بتاعي يكون على بعد 25 سم من الباب، ويكون مثلا لو في 2 سويتش يكون جنب السويتش الاولاني ببعد 15 سم. بعد ما وصلت المفاتيح بتاعتي بدات احط المالتي ليدر مراعاه ان هم كلهم يكون شبه بعضهم، بحيث اول سطر مثلا يكون دوت وصف اللينيا، تاني سطر يكون مثلا ان دوت يوصف السلك بتاعي، تالت سطر مثلا يكون ده وصف الماسوره بتاعتي، تالت حاجه بدات اوزع الهاتش مارك بتاعي مراعاه ان التتليت بتاعي يكون مثلا في المفاتيح ما يكونش في الكشافات. بدات اوزع الدايمنشن بتاعي، واخر حاجه بدات ان انا اعمل جروبات عشان دوت يساعدني في الافريج لينز. بعد كده احمد هيكلمكم على الافريج لينز. اول حاجه اللايتنج افريج لينز، كنا بنحسب اطوال اللينيات كلها وبعد كده نجمعهم، بعد كده ناخد مجموع اللينيات على مجموع المخارج عشان يطلع لنا الافريج لينز. بعد كده تاني حاجه كنا بنعمل حصر للكميات اللي عندنا السويتشات والكشافات عشان نبعت اف كيو للمورد عشان يبعت لنا السعر. كان الاف كيو بالشكل ده، وده كان مورد بعرض سعر بالشكل ده. بعد كده خدنا الاسعار وسمعناها في الالكتريكال ديفايس شيت بتاعها، اسعار الكشافات والمفاتيح كسبلاي وكانستول بالشكل ده. بعد كده هنتكلم عن نظام الباور. انا عمر محمد، جامعه المنيا، خريج 23. في البدايه عملنا فاليو انجينيرنج للباور. اول ما سلمنا المشروع فتحنا السبيكس، فتحنا البالانس كادر عشان اعرف انواع الوايرنج معايا ايه، فتحنا الليجنت عشان اعرف ايه الديفايسز اللي معايا. بعد كده فتحنا بلانات المشروع، فكان عندي اخطاء مثلا زي سوكتس متوصل عليها 3 واير،
فرحلنا السوكتس وعدلناها شويه. في سوكتس برضو كانت بتكون في نص الغرفه تمام، فرحلناها لاقرب حيط. السوكتس برضو مش مظبوطه معايا على الحيط، فبدينا ايه بامر لاين نظبطها. سوكتس برضو معايا في الفراغ، فبدينا ايه نظبطها بطريقه يعني مناسبه وطريقه كويسه. بعد كده هنتكلم عن الشوب درونج ان شاء الله. يتكلم باشمهندس محمد عماد. باشمهندس محمد عماد، جامعه الازهر، دفعه 2023. نتكلم النهارده ان شاء الله عن الشوب درونج، ودي مرحله التنفيذيه في الموقع بعد ما كنا ناخد بيانات التصميم. من الناحيه الفنيه ان اعمل البول بوكس، اعمل الباك بوكس للسوكتس اللي عندي، واعمل الوايرنج بتاعها. تاني حاجه ان لما انزل الموقع لازم انا اطلع طريقه بسيطه ان اقدر انفذ التصميم اللي بيجي على الورق وكده. لقيت ان لما امشي مجموعات او المواسير اللي عندي باكج معينه تدخل الغرفه او الهوم ران مره واحده، دي سهله في التنفيذ عليها في الموقع تمام. واخد برضو معاده في المراعات عندي ان الزوايا والبول بوكس وكده ما تكونش الزوايا اكتر من 3 زوايا على ما اعتقد، والبول بوكس بقى عندي 15 متر. تاني جزء مني طلب مني كان انا اعمل تندر، والتندر كان حاجتين، ان انا اسعر الديفايس واسعر الاوتليت وكده. فعشان اسعر الاوتليت كان لازم انا اجيب الافرج لينس، وكان عندي الافرج لينس كان صعب شويه لان المبنى كان كبير جدا، وكان المخارج اكتر من 500 مخرج في الدور الواحد. بعدين بعد كده دخلت على الديفايس واستعنت بشركه ليجراند في ان اسعر الديفايس. عندنا ديسكونكتات من 20 امبير لحد 125 امبير سيري فيز. بعد في الاول عملت فيديو انجينيرنج بناء على السبيكس. بدات اغير مكان السوكتات اللي مش مظبوطه، احركها. كان عندي برضو السوكتات كلها بلوك واحد، ما كانش مفرق الديزاينر ما بين السنجل فيز والسيري فيز او ال 20 امبير وال 32 امبير. بدات اعمل بلوكات لكل نوع. بعد كده كان في بانلز مش موجوده في البانل سكادول، كانت موجوده في السنجل لاين دايجرام وكان في عليها لينيات، فبدات عملت لها بانل سكادول. بعد كده بدانا مرحله الشوب درونج. عملت باك بوكسات للديسكونكتات اللي على الحيطه، وبعد كده رجعت الوايرنج ما بين الفنات. بعد كده وصلت الهوم ران وايرنج. بعد كده في النهايه عملت التاسك تاني هو التندرنج. عملت الافرج لينس والديفايسز بتاعه الديسكونكتات وطلعت الافرج لينس زي ما هو. السلام عليكم، عبد الرحمن قاسم، جامعه طنطا، 2023. التاسك بتاعي كان عباره عن فاليو انجينيرنج للبالانس كاجوال والبالانس. عامه انا كنت بدات الاول التعديلات اللي جات لي من زمايلي من الشوب دروينج، بدات ان انا اضيفها، رايت الانبالانس كل الاشتراطات اللي كانت في السبيكس. بعد كده كان في تعديلات انا عملتها من نفسي، وكانت كلها تعديلات بسيطه. كانت عباره عن ان مثلا في لوحات مثلا اللينيات بتاعتها كانت موجوده في البلان بس مش متسمعه في البلان سكاجوال. كان في مثلا لخبطه في اسم اللوحه نفسها. كان في مثلا ان بلان سكاجوال تلاقي ان الحمل بتاعه مظبوط بس لما تيجي على السنجل لاند جرام كان في لخبطه في الرقم نفسه. كان كلها يعني خطا، يعني بعض الاخطاء من هذا القبيل يعني. بعد كده دخلنا بعد كده على اللوحات. فانا عدد اللوحات عندي كان 142 لوحه بالظبط. في لوحتين ما كانوش موجودين، وفي لوحتين تانيين كانوا هم موجودين على البلان بس هم ما لهمش اي احمال. فصفي التوتال عندي في الاخر 140 لوحه. بعد كده عشان اشوف شركه انا بعت لها العدد الكبير قوي ده، فلسه في الاخر هي شركه اسمها بي جي الكتريك، هي مقرها في وسط البلد في القاهره، وهي بانل بيلدر معتمده من شنايدر. ده الايميل اللي انا بعته بالظبط. الداتا كانت مرفوعه على الدرايف، هم ردوا عليا بعدها، وده الشركه والكلام ده كله. بعد كده بعتوا لي عرض كوميرشال اوفر وتكنيكال اوفر. الكوميرشال اوفر وده مثال مثلا للتكنيكال اوفر برضو، والسلايد اللي بعدها برضو ده كمان لوحه ثانيه الكوميرشال اوفر بتاعها، وبرضو كمان نفس الاشتراطات ونفس الكلام بالظبط. وبعد كده التكنيكال اوفر بيفسر الكلام ده بالتفصيل شويه. بعد كده دخلت في تندر الكابلات. الكابلات عملت كاتنج ليست، بعد كده الاستنج شيت، بعد كده التكنيك اوف. فبالنسبه للكاتنج ليست فانا عندي تقريبا حوالي 161 برانش تقريبا يعني. بعد كده بعد ما خلصنا الكاتنج ليست اللي دي الليست انا سعرت عليها كانت ليست السويدي. بعد كده كان عندي ديت الشيت او الجدول اللي احنا سعرنا عليه اسعار الانستول، ودي اللي احنا كنا واخدينه في التاسكات من شركه دار الكهرباء يعني، فانا اعتمدته لان ماليش اسعار ثانيه. السلام عليكم، انا احمد صفي، هندسه طنطا، 2023.
طبقا للسبيكس اللي جت معانا كان هيتم تمديد الكابلات عن طريق كيبل تري، وللاسف ما كانش فيه اي تصميم كيبل تري في الديزاين اللي اتبعت. فانا بدات الاول من هنا جاء التاسك بتاعي اللي في الاول اعمل ديزاين وبعدين اعمل سايزنج وبعدين اعمل ستادينج شيت وبعدين تيك اوف وبعدين شوب درون. هنا في الديزاين انا حاولنا نمد التريهات في الطرقات بس ما عدا البيزمنت، كان فيه هو كان في الطرقات برضو بس كان ليه تصميم خاص في البيزمنت فاضطرينا للشكل ده. عملنا برضو كنا بنعمل ريديوس كل مسافة معينة عشان نقلل احجام التريهات فما تأثرش في التكلفة. كنا هنعمل سايزنج فبدأنا الاول هنشتغل على كابلات سويدي واخترنا الشركة ايمكو، اخترنا حددنا ابعاد التريهات على اساس الجدول بتاعتها. عملنا الاول جمعنا الكابلات اللي هتخش على التري، جمعنا المساحه الكليه ليها واستخدمنا 40% فيتنج وبعدين حددنا الويتس المطلوب بناء على الكتالوج. عملنا تيك اوف، عملنا حصر لجميع الاطوال اللي عندنا في المقاسات المحدده وحددنا نسبه الفيتنج ريشيو، سمعناه بعد كده في الاستادينج شيت وتم حصول على البند النهائي. اللو فولتج كيبل تري طبقا للسنجل لاين دايجرام احنا بدانا نشوف اماكن اللوحات وبدانا نمد التريهات على اساس ده. الكيبل ترانك هو هنا قسمنا الكيبل ترانك لجزئين، جزء خاص بالداتا والتليفون وجزء خاص بالسي سي تي في والاكسس كنترول، واستخدمنا كتالوج شركه اي بي بي عشان نحدد المسافات. انا فتح الله محمد جامعه الازهر خريج 23 وجروب دي. اول حاجه استلمنا البيانات وكان عندي مشاكل في هتكلم عن انظمه اللايت كارنت وهو نظام الداتا والتليفون، كان عندي مشاكل في المخارج زي ان هي مش مظبوطه على الحيطان، فبدات ان انا اعدل علشان تكون الرسمه قابله للاعمال التنفيذيه. تاني حاجه بدات ان انا اقسم المبنى عندي لاجزاء صغيره بحيث ان كل غرفه او غرفتين متجاورين يكون فيهم شكل منظم للسافه علشان التناسق مع الانظمه الاخرى. بدات اوضح عند كل تري ان بيكون عندي فليكسيبل متصل على التري ما بين التري والسلاب، وحطيت ادابتر وبوضح بالملت ليدر عدد الكابلات ونوع الكابل ونوع الماسوره، والمسار عندي بيكون اكسبوزد اور امبيدد. بعد كده الابعاد حطيت لكل ديفايس ابعاد، والديفايسز اللي بتكون موجوده على الحائط حطيت بعد واحد، والديفايس اللي بتكون موجوده في السقف وحط لها بعد افقي وبعد راسي. وبعد كده كان عندي مسارات ارضيه بدات ان انا اميز الخط بتاعها علشان تكون متميزه عن المسارات الثانيه. بعد كده التندر اول حاجه دخلت المقايس علشان اعرف السكوب فورك بتاعي من خلال توصيف البند من الاستشاري، ولقيت ان انا عندي نوعين، اول حاجه المخارج وثاني حاجه الديفايسز. المخارج ويكون عندي فيها مشكله ان وحده الشراء بتكون غير وحده البيع للمالك، فبدات ان انا اعمل افريج لينس علشان اوحد بين الاثنين مع بعض. وبعد كده الديفايسز ما بيكونش فيها عندي اي مشكله ان انا بجيب السعر التوريد والتركيب من المورد وبعد كده بحطهم في الشيت، وبيكون سعر وحده الشراء هي نفس سعر وحده البيع. وبعد كده يكون باشمهندسه شهنده تتكلم عن نظام البابليك. السلام عليكم، انا شهنده ممدوح جامعه المنصوره 2023. كان معايا في البروجكت ده الفاير الارم سيستم اند فويس ايفاكويشن سيستم. الفويس ايفاكويشن سيستم هبدا بيه، هو عباره عن سيستم انذار صوتي والفاير الارم بيتحكم فيه في حاله حدوث حريق، بيصدر لنا رسائل للاخلاء. مكونات السيستم الفويس ايفاكويشن سيستم هي عباره عن سماعات في السيلينج وسماعات في الوول، بتتوصل بلوب عادية بكابلات كات 6 متوصلة على مونيتور بانل، متوصلة على اوديو نتورك، والاوديو نتورك كنترولر ده هو دوت الفاير الارم بيعمل بيه انترفيس مع السيستم ده. بس بعد كده سيستم الفاير الارم هو السيستم اللي معايا سيستم ادريسابل. اول حاجة عملتها ان انا اشوف ان السويندر وان المانوال كول ستيشن يكونوا ادريسابل برضو عشان اشوف استخدمهم على نفس اللوب ولا على لوب لوحدها، ولقيتهم ادريسابل واستخدمتهم على نفس اللوب. بعد كده عملت فاليو انجينيرنج للفاير الارم سيستم ولقيت ان في شويه ديتكتورز موجوده على عمدان وجدران وابواب فغيرت اماكنهم. تاني حاجه لما فتحت الرايزر لقيت ان كل البانلز والريبيترز متركزين في دور واحد هو البيزمنت، فاضطريت استخدم رايزر عشان اوصل لبقيه الادوار، وده فرق معايا في الافريج لينس.
واول حاجه برضو عملتها لما خدت السيستم ان انا فصلت الفويس ايفاكويشن سيستم كسماعات عن الفاير الارم. هو ده مش مفروض يعني، بس انا عملت كده للتسهيل عشان اللغات ما تتدخلش في بعضها. لما عملت الشورت دروينج ما كانش فيه اي مشكله، عادي وصلت لوبات عاديه جدا، وعملت المالتي ليدر وسميت الديتكتورز وخدت الابعاد. موضوع الافريج لينس بقى اختلف معايا شويه في ايه، ان انا كان عندي شويه ديتكتورز موجودين على السقف الخرساني وديتكتورز موجودين في مستوى السقف الصائد. ده فرق معايا في ايه؟ فرق ان انا لازم وانا بحصر احصر اللي على السيلينج لوحدهم واللي على السقف الخرساني لوحدهم، عشان ده يفرق معايا في التوتال فليكسبل، لان الفليكسبل هتكون نازله للديتكتورز الموجوده على مستوى السقف الصائد، ومستوى السقف الخرساني لا. فده اللي فرق معايا. وفرق معايا في الرايزر برضو حاجه، ارتفاعات الادوار، لاني مستخدمه رايزر بين الادوار. بعد كده سعرت الديفايس اكوردنج تو سمبلكس برايس ليست. انا نرمين مجدي جامعه المنيا في دفعه 23. في البدايه انا كان عليا اكسس كنترول واس اس تي في، الاثنين كانوا في بلانه واحده. بدات ان انا اقسم كل بلانه يكون فيها نظام معين. بدات بنظام الكاميرات في البدايه، كان عملت فاليو انجينيرنج بس قبلها اللي هو دخلت على المقايسه بتاعتي، عرفت انواع الكاميرات اللي عنده وهل هي موجوده كلها في البلانه بتاعتي ولا مش موجوده. بعد كده رحت مسكت البلان عملت لها فاليو انجينيرنج، كان في بلانات كان في كاميرات محطوطه على عمدان وخرسانه غيرت اماكنها، كان في كاميرات تاني محطوطه اللي هي الاثنين بتكافير في وش بعض فده غلط اصلا فغيرت اماكنه اللي هو عكست اتجاهه، كان في اللوح بتاعتي كانت محطوطه بشكل عشوائي فغيرت اماكنه وحطيته على الحيطه، كان في حاجات تاني اللي هو يعني حاجات محطوطه بعشوائيه، فمن خلال فاليو انجينير قدرت ان انا اعدل كل ده. بعد كده لقيت ان هو اصلا في النظام ده ما كانش مستخدم لوحات، كان اللوحات اللي موجوده عندي بتاع اكسس كنترول بس، ما كانش موجود لوحات للكاميرات، ضفت انا اللوحات من عندي. بعد كده دخلت على الشوب درون عملت اخترت كفري للكاميرا بتاعتي واستخدمت على اساس 20. كان عندي كاميرات خارجيه وكاميرات داخليه في المبنى، وبعد كده عملت الابعاد بتاعتي اللي محسنود على الحيطه كان ليه بعد واحد، واللي في السقف كان ليه بعدين. بعد كده رحت دخلت على كان عليا التندر فعملت الافريج لينس بتاعي، الشيت كان جاهز، كل اللي عملته ان انا مسكت كل اللينيات بتاعتي فنطها في الشيت وفرج معايا اذا كانت اللوحات اذا كانت الكاميرات بتاعه سيلينج ولا محطوطه على السيرفيس بتاع السطح. بعد كده دخلت على الاكسس كنترول، ده نظام الاكسس كنترول، لقيت ان في مش ما كانش معمول له ديزاين، بدات ان انا اعمل له ديزاين من الاول. كان الفرق ان هو محطوط اذا كان مكتوب فيه تكست واحد او تكست اثنين، فتكست واحد ده كان لو ضلفه واحده، تكست اثنين لو ضلفه اثنين. من خلال الرايزر بتاعي قدرت اعرف اذا كان ده تكست واحد ولا تكست اثنين، وقدرت ان انا اعمل له ديزاين من الاول وجديد. بعد كده عملت له شوب درونج بتاعه وقدرت ان انا اعمل له الابعاد وان انا اسميه، وكل اذا كان الكارد ريدر التسميه المالتي ليدر بتاعته مختلفه عن الثاني. بعد كده دخلت في التندر اشتغلت الافريج لينس اللي هو سميت اللوحات للخمس ادوار بتوعتي. بعد كده هيتكلم معانا النيرس كولنج باشمهندس محمد غالب. انا محمد غالب هندسه شبرا 2023. هتكلم دلوقتي عن النيرس كول. هو ما كانش معمول له ديزاين فبدانا نعمل له ديزاين. اول حاجه استخدمناها في الديزاين اللي هي اللوحه الاساسيه الام ان سي في، ودي استخدمناها في البيزمنت، وبعدين دي بتغذي 16 لوحه فرعيه ان سي بي على حسب كل دور. وازاي وزعنا الكومبوننت بتاع النيرس كول في كل غرفه، مثلا هنا حطينا اللامب عند الباب وروم كنترول وريسيت ستيشن جنب الباب والبي اتش يو في جواه البيسن ستيشن والامرجنسي كول. في الحمامات حطينا البول كورد والبول بوتن، وبعدين عملنا رايزر ما كانش معمول. هو ده الشكل التوضيح بتاع الرايزر. وبعدين في الشوب درونج اول حاجه عملناها في الشوب درونج ان ال ان سي بي بتاع كل دور بيتوصل على شكل لوبه، والروم كنترول بتاع بتاع الخاصه بكل ان سي بي بيتوصل برده على شكل لوبه. والمالتي ليدر استخدمت الكتالوج بتاع ليجراند، والمالتي ليدر الكابل اللي كان خارج من ان سي بي رايح للروم كنترول كان اقل حاجه نستخدمها كان كات 5 اي، لكن في المشروع استخدمنا كات 6. والافرج لينس كنا عاوزين نسعر المخارج فعملنا افرج لينس، وبعدين سمعناها في المخارج
وبعدين سعرنا الاجهزه. طيب وواحد الاناره انتوا سعرتوها؟ انا شايفه عرض سعر انتوا حاطينه. ده كان اللي احنا حطيناه ده كان مثبت الوحده الراسيه اللي هي لا الوحدات الاناره انا شفت له عرض سعر. ايه هو باكج تحت السلم هي باينه هي ده يومين. او بالنسبه لاسعار الفايروس يعني مثلا في الاناره الارضيه كان سهل ان انا ابعت للموردين لان هي كانت ماركات مش شركات معينه زي الكشافات. ماشي مورد ده تقصد موزع ولا مورد في شركه؟ مورد في شركه. طب ماشي قلت له بقى انت معاك مشروع ايه؟ لا ما انا بقى بقول له يعني بقول له مثلا عندي مشروع مجمع طبي سلو مثلا الاي كيو لقيته مثلا بيصرف في فلوس كتير. تمام طبيعي. كان بيحسبه يعني انا بعت ناس كتير يعني مثلا فوق ال 20 واحد. في النهايه الاسعار جت منين؟ في النهايه الاسعار جت منين؟ جت من واحد كده كان طيب كده وقتين. هو ازاي يعني؟ طيب اللي كان بيعمل الباور انتوا حاطين هنا سكرينات البرايز اللي هي باك تو باك والبرايز اللي جنب بعضها مفيش اي اعتبار للمسافات بين الباك بوكسات ولا انتوا ظبطوها؟ لا كان فيها لا اللي انا شفته هنا ده ما كانش فيه اي اعتبار للمسافات. لا كان فيه اتنين باك تو باك بس كان البول كان مشهور صح كمان واللي جنب بعض لا برضه هي السيمبل السكيل بتاعه كبير السكيل كبير وبينهم مسافه كبيره اصلا. فانت هتحس ان الباريزه تقريبا بين واحده والتانيه بتاع متر ولا حاجه مثلا. قول طيب مجمع طبي بعد كده انا يعني قعدت كتير عشان افهم نظره المصمم انه يعمل كده اصلا فانا سبت كل حاجه زي ما هي. يعني انا مثلا معلش لو ده مكتب وانا قاعده هنا والجدار ورايا احط باريزه جنبي هنا وباريزه جنبي هناك هنا؟ لا ما كانش مكتب. انا ما شفتش انا شفت سكرين انت حاطينها فانا شايفه ان البرايز كلها ما فيش فيه اي اعتبار للمسافات. طبعا احنا قاعدين ندرس البناء دي كتير قوي عشان نطلع بالشكل. ماشي هنشوف. طيب انتوا في شهنده في الفاير الارم انت قلتي ان انت لقيتي ان السراين كمان ادريسابل فحطيتيهم كلهم على نفس اللوب صح؟ طيب في المقايسه بقى عندكم كام بند للمخارج؟ كام بند للمخارج؟ هي المقايسه جبناها في الاول جبس اصلا. ازاي؟ ايوه المقايسه. طب ما ممكن الديفايس نفسه محمل عليه المخرج وقال لك وردي وركبي الكابلات والمواسي؟ طيب ماشي يبقى ده مش موجوده بقى سؤال. دلوقتي انت عندك بنود المقايسه تمام مش انت لما يكون تستخدمي مثلا السراين لوحدها في لوب والديتكتورز في لوب تمام تستخدمي مثلا الديتكتورز كابل 2 في 1.5 والسراين 2 في 2.5 تمام فلما تيجي تجيبي افريج لينس ده ليه جدول لوحده وده ليه جدول لوحده. ايوه في المقايسه بقى في المخارج اعتبرتي ان الاثنين مع بعض يعني هو البند انت فهمتي منه ان المخرج ده هو هو المخرج ده غير التقسيم مش عارفه والله. طب سيبنا من السؤال ده هقول لك بعدين. طيب كان باشمهندسه اللي قالت اللي كانت تشرح الكاميرات قالت قلتي ان ما كانش فيه لوحه للكاميرات تقصدي راك صح؟ طيب ماشي انت ما شفتش بقى الراك بتاعه الداتا والتليفون ممكن يكون فيها اصلا السويتش بتاع الكاميرا بس لا هو مش شرط يكون متحمل هو ممكن الراك نفسها تكون من مكوناتها انها هتشيل داتا وتليفون وكاميرا اذا حضرتك كم قاول بعته للسبلاير بتاعك وقت ما ارجع لك الاوفر انت بتراجع الاوفر ده ولا على طول على الاستشاري اعتماد طيب ما انت عندك اللوحه دي اتسعرت بمواصفات فنيه اكيد قادر تشوف العلامات البارزه اللي في الاوفر ده بيقول لك مثلا اللوحه دي اتسعرت تايب تيستد او لوكال او سعر البارت النحاس بتاعه النيوترال او الارث والكلام ده كله الكلام ده لازم يتراجع من خلالك انت قبل ما تروح للاستشاري لان الاستشاري لو خده ولا اي داتا فنيه في الاوفر خير المواصفات انت اللي هتهتم فيها دي فلو انت حابب تراجع الاوفر هتراجعه من خلال ايه عندك في الباكج هتراجعه مع ايه عندك في الباكج بتاعتك اللي انت بعتها له
بالظبط يعني؟ الدرجه الاولى مع السبيكس بتاعتي درجه بعد بالظبط كده. انتوا عندكم سبيكس في المشروع ده اشتغلتوا عليها؟ سويتش بورد او البانل بورد عادي؟ انتوا كان عندكم في اللوحات سويتش ولا بانل بورد صغيره؟ كان عندكم عموميات ولا كلها لوحات فرعيه؟ كان عندي الاثنين. كمان مثلا السويتش بورد ده هيبقى فيها المواصفه بتاعت العموميه، ممكن تفتحها معايا كده او ماشي زي اللي انت فتحتها دي البانل بورد مثلا. لو عايز تطلع نوع الانكلوجر من السبيكس دي ممكن تعرفه منين بقى؟ طيب على العموم المواصفه اللي معاكوا دي عامه ومش محدده، بس لو انت عايز تقدر تحدد نوع الانكلوجر في المشروع بتاعك فالبند اللي هو اي تي ام بي ده تيست اند سيرتيفيكيتس دايما لازم يكون في المشروع ده محدد لك نوع الانكلوجر اللي هتشتغل عليه او نوع الاختبارات اللي هتتم يعني في المشروع. شكرا ليكوا. شكرا.